السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. بحبك في الله يا شيخ مصطفى. حبك الله الذي احببتنا فيه. لو سمعت يا شيخ مصطفى، انا سمعت مقولة لابن القيم رحمة الله عليه ان القلب المريض بالشهوات يعني لا تنفعه المواعظ. اذا كانت المقولة صحيحة يعني، فما الذي ينفعه او الذي شوف يفعله؟ شوف يا اخي، اسمع الكلام. هذه التقعيدات كلها تقعيدات عامة، صحيح الذي طبع الله على قلبي لن تصل اليه موعظه، لكن هذا لا يمنعنا من ان نقدم المواعظ. يعني نوح عليه السلام قالوا له يا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا، ومع ذلك يبين ويوضح. فنحن ليس امر الهدايه بايدينا، هدايه التوفيق، انما مكننا الله من هدايه الدلاله. ما هدايه الدلاله؟ ادل على الشخص، هذا يا اخي خطا، هذا يا اخي صواب، البعد عن طريق الله حرام، الاقتراب من طريق الله حلال. أذكره بالذين ماتوا على ضلال، والذين أصيبوا بمصائب، والهادي هو الله على لحظة. يعني أنت رأيت في كتاب الله وقرأت سحرة فرعون قبل المعركة قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، قالوا هكذا. بعد المعركة قالوا اقض ما انت قاضي انما تقضي هذه الحياه الدنيا. فالهادي هو الله. مهمتي ومهمتك ان نذكر الناس بالله وبكلامه ونحببهم في التوبه. ولا اقول هذا الشخص مطموس على قلبي لا يوعظ، من قال هذا؟ الرسول عليه الصلاه والسلام دعا للقوم ودعا 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 واستمر في الدعوه عليه الصلاه والسلام. مسألة الهداية أمرها موكول له على كلمة واحدة ممكن يهتدي قوم، كلمة واحدة بإذن الله إذا أراد الله ذلك. السلام عليكم.